وقعدت فترة طويلة ما كانش فيه تجارب مماثلة. يعني انتوا كنتوا تقريبا في وقت ما انتوا كنتوا اهم فرقة جديدة بتعمل مزيكا جديدة، وكل الناس اللي مهتمين بالمزيكا من جميع الاجيال بيمشوا وراكوا ويسمعوكوا، وبرضو بتلعبوا في حتة صغيرة جدا، وتهتموا كمان بالمكان نفسه، ان المكان يبقى حقيقي وان الناس بتوعه مش ناس جاية تهزر، لا هي ناس جاية تسمع مزيكا وناس بتحب المزيكا فعلا. دي كانت حاجة ممتازة. بما انك يعني راجل شاهد على عصر طويل من المزيكا، وانت تعتبر بدأت النوع ده من المزيكا او من النوع ده من التجريب، واحنا اللي مهدنا الطريق يعني بالزبط. تقدر تقولها كده. اكيد بالزبط. كان في ناس قبلنا طبعا، في فرقة المصريين وفرق والفور ام، يعني لا دول انا بشوفهم دول حاجه يعني دول حاجه يعني تانية. في ناس حاولت تعمل حاجات مختلفه وطبعا في قبل كل ده تجربه الاستاذ محمد منير مع هاني شنوده ومع مجموعه شعره، طبعا كلهم عظماء ومؤلفين موسيقيين جامدين جدا، بس ده كان اول عمل جماعي، عمل جماعي في التسعينات وليه وجهة يعني عالمية، مش بالزبط. مرتبطة بمصر، مقدرش اقول ان هي دي، ممكن ناس على ما تعرف اللغة تفهم، تحاول تفهم هي دي منين. يمكن المزيكا هي الفن الوحيد في مصر اللي اتطور تطور وحصل فيه ثورة مرعبة طبعا. في التجديد في اخر، هنقول حتى خلينا نقول 10 سنين، ما نرجعش اكتر من كده، ومش هتلاقي ده موجود لا في الشعر ولا في الكتابة ولا في الادب ولا في السيناريو ولا في السينما ولا الفن التشكيلي ولا في طبعا ناس كويسه، بس هو في الاخر في حدود المعروف، ما كانش في صرخه او حاجه عملت فجأة الناس يعني زي ما في المزيكا. ليه المزيكا بالذات يعني عملت الطفره المرعبه دي وبالغزاره دي، وما زالت كل يوم بتفاجئنا بحاجه تانية خالص؟ اوكي اول حاجه، لما تحب تعمل فيلم مختلف لازم عناصر كتير قوي تتجمع عشان تعمل فيلم ده. لازم يتكتب، لازم تلاقي مدير تصوير شاطر، لازم تلاقي اديتور شاطر، لازم كلرست شاطر، لازم تكون انت مخرج شاطر، ممثلين شاطرين، في عناصر كتير قوي تتطلب وقت كبير جدا، وتتطلب انك انت تبقى مذاكر حاجات كتير قوي عشان تبقى اوريجينال. صح، ده بجد يعني، او مش مذاكر خالص فبتخترع. انت بتتعلم في اللي بتعمله. المزيكاتي انا ممكن بجيتاري اعمل البوم وانا قاعد بجيتار في البيت كده لوحدي خالص، ممكن اعمل البوم كامل، ممكن انا اللي اكتب كلامه وانا اللي لحنه وانا اللي وزعه وانا اللي مكسجه وانا اللي اعمل واصور فيديو بسيط جدا بكاميرا كده في البيت وانزله. ده الفرق ما بين الاعمال التانية. بس برضو نفس الحاجة في الرسم، يعني بس انا متأكد مثلا الرسم مثلا فيه طفرات كتيرة حصلة والاعمال التشكيلية بحس احساسي كده لما بشوف، لما بروح معارض وبشوف الناس بحس ان هم برضو، لان اصلا الرسامين اكتر من اكتر الفنانين جنونا يعني بشكل عام. ف المزيكا بشكل عام عندك بتتطور اسرع لانك مش محتاجة امكانيات كتيرة قوي عشان تخترع اغنية حلوة. انت مخترعك، انت محتاج الموضوع وانك تعبر عنه بكلام مختلف الناس تحسه ويخبط في قلبهم يعني، او في عقلهم زي ما كنا بنتكلم من شوية في الاثنين، وانك تبقى بتقدمه بشكل بسيط. يعني مش لازم خالص يبقى فيديو كليب مبهرج. احنا ظهرنا في وقت كان فيديو كليبات ساعتها في التلفزيون كانت حاجه موضه جدا، ولو حد مش هيعمل فيديو كليب انت اصلا مش هتتشاف ومش هتتسمع ده ممكن، لا مش هتتسمع دي. بص وقتها او في محدوديه في السمع بعد بس وقتها كانت الحاجات محدوده جدا. الراديو هتتسمع في الراديو، لازم يبقى في راديو، وازاي هتوصل اصلا للراديو؟ فاحنا بدانا عن طريق الحفلات، الناس بقت تيجي تسمعنا، وبقى في وورد اوف ماوث، الناس تسجل بالموبايلات او بالكاميرا، بس لازم يجيب كاميرا كبيره قوي عشان يسجل او يسجل اوديو بالموبايل ويبدا يوزع على اصحابه. يعني احنا الحفلات بتاعتنا كانت بتتسجل كده. انا عندي مثلا سي دي فيه 44 اغنيه بفتكر منه الاغاني بتاعتنا القديمه، الناس كانوا هم اللي عاملينه وطابعينه وبيوزعوا على بعض